الى اليمن حيث رحبت مصر بالبيان الصادر عن مبعوث الامم المتحده الخاص الى اليمن الذي يتضمن الاعلان عن تجديد الهدنه لمده شهرين اضافيين كما اعربت مصر في بيان صادر عن وزاره الخارجيه عن تقديرها لجهود الامم المتحده المبذوله في هذا الصدد وتطلعها الى ان يسهم تمديد الهدنه في التوصل الى تسويه شامله للازمه اليمنيه ودعم مبادرات الحل السياسي بما يحفظ وحده اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الامن والاستقرار والرخاء